السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا التقويم ودعم الأسدس الأول، إذا المرجع الواضح في النشاط العلمي للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي. إذا غنجاوبوا على صفحة 52 وصفحة 53. غادي نبداو بالتمرين الأول. إذا لدينا لاباغاي أورينار، إذا هذا الجهاز البولي. غادي نكملوا يعني الفراغات بما يناسب. إذا يدخل الدم الغني بثنائي الاكسجين الى الكليتين، اذا هنا غنكتبوا الكليتين، عبر الشريان الكلوي. تعمل الكليتين او الكليتان على تنقيه الدم، تنقيه الدم من الفضلات، والفائض من الاملاح الماء والاملاح المعدنيه مما ينتج عنه تشكل البول لورين. يخرج الدم من الكليتين عبر الوريد، الوريد الكلوي، وهو محمل اذا بثنائي اكسيد الكربون، وقد تخلص من فضلاته. تخلص من ماذا؟ من فضلاته، الفضلات اللي عندنا الفائض ديال الماء والاملاح المعدنيه، وهذاك ثنائي اكسيد الكربون كيديه باش يتخلص منه في الرئه باش يخرج على شكل هواء الزفير. السؤال الموالي: احدد مسار البول بوضع اطار حول الاقتراح الصحيح. اذا هنا عندنا المسار ديال البول، واش هو الكليتان عاد الشرايين الكلوي عاد الكليتان عاد المتانة عاد الإحليل، أو الكليتين الحالبان المتانة الإحليل. إذا هذا هو المسار ديال البول. إذا تاء، عفوا هنا عندنا الكليتين المتانة، هنا عندنا باء، هنا عندنا ألف، وهنا عندنا تاء. إذا المسار الصحيح هو هذا، أن البول كيخرج من المكان ديال التكون ديالو اللي هو الكليتان، كيمشي عبر الحالب باش يمشي للمتانة، المتانة هو تجمع البول، والإحليل اللي هو المخرج اللي يعني يسمح بطرح البول إذا في الخارج، إذا الإحليل. غادي نمشيو دابا ليكزارسيس الثاني. ألوغ جو لي إي جيكخي لو سين دونك كخوا دون لا كاز كي كونفيان. Alors, les cultures en terrasse protègent le sol de l'érosion, pardon. Donc, les cultures en terrasse, هما الزراعة في المدرجات كتحمي التربة من يعني التعرية. فغي صحيح، غادي ندير علامة هنايا. Le déboisement des forêts enrichit le sol. Le déboisement هو الاجتثاث ديال الغابة، الاجتثاث. إذا قال لك لا تيغني التربة، لا خطأ، بالعكس فو، لانه كيساهم في تعريه التربه. لوتيليزاسيون اون غران كونتيتي دي زونغري شيميك ديغراد لو سول، صحيحه، لان الاستعمال المكثف ديال الاسمده الكيميائيه فهي اكيد كديغرادي لنا لو سول، ديجا كتلوث لو سول. ليغيغاسيون تراديسيونيل بارتيسيب ا ليكونومي دو لو، دونك ليغيغاسيون تراديسيونيل هو السقي التقليدي، اذا فاش كيبقاو يطلقوا الماء بزاف لا بالعكس كيضيع الماء، دونك فو. غنمشيو للتمرين الثالث. اذا عندنا يعني وضعيه، قامت سلوى بحساب وتسجيل دقات قلب صديقتها لبنى في الدقيقه وهي في حاله راحه، ثم بعد القيام بتمرين رياضي، ثم اعادت نفس التجربه مع صديقها علي، ثم حصلت او جمعت حصيله القياسات في الجدول. اذا لبنى ملي كانت في حاله راحه كانت عندها 72، علي 65، اذا دقات قلب لبنى اكثر من دقات قلب علي. بعد تمرين رياضي ان لبنى، شوفي شحال ارتفع دقات القلب ديالها، 123 الوغ كو 115 شي عالي. اذا اقارن بين دقات القلب في حاله راحه وبعد تمرين رياضي عند لبنى وعالي. اذا هنا غادي نقولوا بطبيعه الحال بان عدد دقات القلب لبنى، عدد دقات قلب لبنى في حاله راحه وفي حاله او وبعد تمرين رياضي، نديرو وبعد تمرين رياضي، بجوجهم كبر اكبر من عدد دقات قلب عالي، عدد دقات قلب عالي في الحالات بجوج، في الحالات بجوج، يعني في الحاله ديال الراحه هي كبر، وفي الحاله ديال التمرين الرياضي هي كبر، يعني بجوج الحالات هي اللي العدد ديال الدقات ديال القلب ديالها اكبر. السؤال الثاني: اذا اعطي تفسير للنتيجه المحصله عليها. اذا بالنسبه للتفسير، اذا عدد دقات القلب
دقات القلب، هنا عندنا جوج ديال الاستنتاجات، عدد دقات القلب اذا يرتفع، بعد نشاط رياضي، عند الإناث، هنا عند الإناث عدد دقات القلب في حالة بجوج، في حالة راحة أو بعد تمرين رياضي، أكبر من عدد دقات الذكور. يعني البنات عدد دقات القلب ديالهم كبر، يعني هنا عامل الجنس، اذا انثى او ذكر، اذا عامل الجنس هنا كيتحكم في عدد دقات القلب. اذا شي يعني لي فام ولا لي فيت سيتيرا، المهم شي يعني البنات ولا الانثى بصفه عامه كيكون اكثر في حاله راحه وبعد تمرين رياضي مقارنه بها. هنا باش نعرفوا بان الذكور كتكون عندهم هذاك لونديورونس وهذاك التحمل ديال هذوك الانشطه الشاقه. اذا هنا كنهضروا على الطبيعه ديال الجسم بطبيعه الحال اللي كتختلف بين الذكري والانثى. التمرين الرابع تقويم تملك نهج التقصي. اذا في قريه نائيه سكانها لا يتزودون بالمواد الغذائيه الا مره واحده من السوق الاسبوعي، احتاجت الأم إلى ملح الطعام لكنه نفد، فوجدت صخرة ملحية صغيرة تعذر عليها سحقها في غياب الأدوات، فطلبت من ابنها علي مساعدتها على تحويلها إلى ملح مسحوق، فاحتار في أمره، فهل لا ساعدته؟ إذا أقترح فرضية أو فرضيات تمكن من حل هذه المشكلة وأتأكد من صحتها بإجراء المناولات المناسبة. إذا هنايا عندي صخرة، الحل او الفرضيه لانني باش هذا التمرين الرابع، الفرضيه باش انني نقدر نحصل على الملح، اذا غادي نقوم وضع الصخره في ماء دافئ وتحريكها لتسريع الذوبان، ولد ماء ساخن دافئ او ساخن، ملي غادي تذوب هذيك الصخره اذا ساحصل على محلول، الماء والملح، هذه هي العمليه الاولى. ثم العمليه الثانيه انني اقوم بتسخين المحلول حتى التبخر، المحلول هنا لان ماشي الملح بوحدو، اذا غادي نضرب تسخين المحلول حتى يتبخر الماء، فاحصل على الملح. اذا ملي غيتبخر الماء غادي نحصل على هذاك الكاس اللي عندي ولا هذاك الاناء غيكون فيه بعدا الماء المالح، ملي غادي يتبخر، هذاك الماء في نهايه التجربه، لان عندي هنايا تسخين، اذا في نهايه التجربه ساحصل على الملح، والماء بطبيعه الحال راه سيتبخر، اذا بعد التبخر اذا فاحصل على الملح. اذا هذا هو الجواب ديال هذا التمرين هذا. اذا هذو هما العمليات باش نحصل على الملح. غادي نمروا الان للسؤال الموالي. هنا في الحصه ديال دعم التعلمات، املأ الفراغ بما يناسب. اذا يكون لون الدم الغني بثنائي اكسيد الكربون احمر قاتم، وعند وصوله الى الرئتين يتخلص من ثنائي اكسيد الكربون، ويحمل بثنائي الاكسجين. اذا هنا عندنا التبادلات الغازيه التنفسيه على مستوى الاسناخ الرئويه، الاكسجين على مستوى الاسناخ الرئويه، فيصبح لونه أو فيصبح أحمر فاتح. تسمى هذه الظاهرة بالتبادلات الغازية التنفسية، غادي نمروا الآن للتمرين الثاني. نضع قطعا من الجليد في حوض من الماء الخالص تبلغ درجة حرارته 25 درجة. إذا أحدد مصير قطع الثلج، هل ما نحصل عليه يسمى محلولا؟ إذا تنصهر، قطاع الثلج، يعني كتنصهر في هذاك الماء. اذا
ونحصل على ماء، ماء ماء، فنحصل على ماء. هنا ماشي محلول، اذا لا يسمى محلول. اذا هذا المحلول هذا او هذا عفوا هذا الماء هذا ما كيتسماش محلول لانه فيه غير ماده وحده. اذا لا يسمى، لا يسمى محلول. السؤال الثاني، اخلط السوائل التاليه متنا متنا في كؤوس من نفس الحجم والسعه، ندير ماء وكحول وماء زيت وماء بنزين وماء خل. اذا اسجل ملاحظاتي واحدد طبيعه الخليط المحصل عليه في كل حاله. اذا بالنسبه للماء والكحول، اذا محلول متجانس، هنا غيكون محلول متجانس. الماء والزيت غادي يكون محلول غير متجانس، غير متجانس. الماء والبنزين اذا غير متجانس، علاش؟ لان بحال الزيت، البنزين هنا بحال الزيت، كيكون اقل كثافه. اذا الزيت كيكون اقل كثافه من الماء، وبالتالي فما غاديش يعني فاش كنحطو في واحد يعني في واحد المده معينه غادي نلقاو الطبقه ديال كما كيوقع مع الزيت، غادي نلقاو الطبقه ديال البنزين الفوق والماء لتحت. الماء والكحول هذا خليط متجانس. السؤال الموالي، ماذا تستنتج من خلال هذه المناولات؟ اذا هناك انواع، اذا المحاليل انواع، المحاليل او الخلائط انواع، المحاليل انواع. اذا عندنا متجانسه، هوموجين، متجانسه او غير متجانسه، هيتيروجين، غير متجانسه. نمشيو للاكتيفيتي نيميرو 3. اون بريبار دو ميلونج، ميلونج ا constitué de 50 g de sucre en poudre dans 0,5 litres d'eau à 20 degrés Celsius est un mélange. Donc B constitué de 50 g de sucre, donc sucre, en poudre dans 0,5 litres d'eau à 10 degrés Celsius. Le فرق اللي كاين هنا عندنا 20، A درناه في 20 و B درناه في 10. Je définis la nature des deux mélanges. Donc بجوجهم دي ميلونج اللي هما هوموجين، بجوجهم خلائط متجانسة، هوموجين، لي دو، لي دو، دونك هوموجين بجوجهم. جانديك دون كيل ميلونج لو سوكر سو ديسو لو بلو رابيدمون، جو جوستيفي باغ دونك ما غيبونس. هنا عندي بيان سور الميلونج ا هو اللي غادي ينصهر او لي يدوب لينا، يدوب باردون، دونك ميلونج ا غادي يدوب لينا السكر دغيا. علاش؟ لا تمبيراتور اي الفي، لان الفرق ان لا تمبيراتور كثيرة، 25 مقارنة مع 10. لا تمبيراتور، هنا نقدروا نقولوا لا تمبيراتور اكسيلير، 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 اكسيلير لا ديسوليسيون، الذوبان. جو نوم شاكان دي دو زيليمون لو سوكر اي او دون لي دو ميلونج. دونك بالنسبة لو سوكر هذا كيتسمى الجسم المذاب، سوليتي كيتسمى سوليتي، إذا مذاب. والماء كيتسمى سولفون مذيب، سولفون مذيب، لو سولفون هو المذيب. غنمشيو للتمرين الرابع. إذا قرأت خديجة مقال على إحدى المجلات حول تغذية الأطفال حديثي الولادة، جاء فيه في بعض المجتمعات يكون نمو الرضيع عاديا حتى يبلغ سن الفطام، وبعد الفطام عندما تقتصر تغذيته على عصائر دقيق الحبوب يتوقف نموه فجأة وقد تنخفض كتلته، تبلغ وفاية الأطفال نتيجة سوء تغذية هذه نسبا هامة في المجتمع. أشرحوا لماذا يكون النمو الرضيع عاديا حتى سن الفصام في هذه المجتمعات. لأنه إذا هنا في هذه الحالة، لأنه يتغذى على حليب الأم. إذا قبل ما يتفطم كيتغذى على حليب الأم، على حليب الأم الذي يزوده بالعناصر التي يحتاجها، الذي يزوده هذا الحليب ديال الأم يزوده بجميع العناصر، جميع العناصر اللي كيحتاجها الجسم كاين في حليب الأم، بجميع العناصر التي يحتاجها. بالنسبة للسؤال الثاني، أعطي تفسيرا للسبب الرئيسي في توقف النمو. إذا السبب الرئيسي هو افتقار هذا الغذاء، إذا اللي هما العصائد، إذا افتقاره، افتقار عصائد، العصائد بصفة عامة، إذا كما كانوا للعناصر الضرورية للنمو، للعناصر الضرورية للنمو. إذا شنو هما الحلول لتجاوز هذا المرض؟ بطبيعة الحال تقديم أغذية متنوعة، تقديم أغذية متنوعة،
أغذية متنوعات المصادر أولا، يعني من مصدر حيواني ونباتي بجوج، متنوعات المصادر. ثم كذلك تنويعها، وتنويعها تكون منوعة، وتنويعها وتنويع هذه الأغذية وتنويعها. إذن علاش؟ لأن ملي تكون أغذية متنوعات المصادر ومنوعة فهي كتلبي جميع الحاجيات، لأن كتكون مصدر نباتي والمصدر حيواني بجوج. إذن هادو هما الأجوبة الخاصة بهذا التقويم والدعم. نتلاقاو إن شاء الله مع دروس الوحدة الرابعة. إلى اللقاء.